أهلا بكم في موجز أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. امبارح اختتم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية ومباراة للاعبين أقيمت على الشوطين وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة. حرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع اللاعبين في المعسكر لمتابعتهم وتقييمهم عن قرب. فريق مودرن فيوتشر تأهل لنهائي السوبر المحلي بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح في المباراة اللي جمعتهم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة جزاء لكل فريق، وده بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي. فريق الأهلي حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري. تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر لمواجهة فيوتشر يوم الخميس الجاي. البنك الأهلي حقق فوز مهم على بلدية المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد غزل المحلة في مستهل مباريات الجولة العاشرة بالدوري، ليرتفع رصيد البنك الأهلي لست نقاط في المركز قبل الأخير للدوري، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز الـ13. فريق إنبي حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد خالد بشارة في الجولة العاشرة للمسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي رفع إنبي رصيده لـ16 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 13 نقطة. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبر الجاري، واصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع 30 على التوالي والـ188 في تاريخه. كمان رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الأخير للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، ووصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع 17 على التوالي لتنهي البطلة المصرية عام 2023 على عرش التصنيف العالمي. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تصدر قائمة اللاعبين الأكثر متابعة على مواقع تبادل الصور إنستغرام في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية عام 2023 واستقبال سنة جديدة خلال أيام. ووفقاً لصحيفة صن البريطانية، فإن محمد صلاح بيتصدر اللاعبين الأكثر متابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 63.2 مليون متابع، فارق كبير عن أقرب ملاحقيه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي اللي بيقف عند 37.2 مليون. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منى ومصطفى. عودة ليكم مرة تانية. شكرا ليكي.